صعدت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع. وارتفع رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه لأغلق عند مستوى 690 مليار و800 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 10438 نقطة، وأغلق عند 10467 نقطة، ومرتفعا بنسبة 27%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 1844 نقطة، وأغلق عند 1830 نقطة، مرتفعا بنسبة 76%. كما فتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 2768 نقطة، ليغلق عند مستوى 2783 نقطة، مرتفعا بنسبة 55%. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها و21 قرشا للشراء و18 جنيها و33 قرشا للبيع. وسجل اليورو 19 جنيها و15 قرشا للشراء و19 جنيها و27 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 22 جنيها و62 قرشا للشراء و22 جنيها و78 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و95 قرشا للشراء و4 جنيهات و499 قرشا للبيع. وأخيرا سجل الريال السعودي 4 جنيهات و86 قرشا للشراء و4 جنيهات و89 قرشا للبيع. وإلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجع السعر الذهب العالمي ليصل إلى 1811 دولارا للأوقية. وعلى الصعيد المحلي، سجل عيار 18 نحو 903 جنيهات للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1053 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 1203 جنيهات، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 8424 جنيها.